فجأة لقيت حالي زيادة عدد على عائلتكم. كل اللي صار انه نزيد كرسي على طاولة السفرة لا أكثر ولا أقل. أنا حاسس بكل شيء عم تقولي. أنا كمان بحب يكون عندي بيت وأعيش فيه لوحدي أنا ومرتي. بس أنا ما معي مصاري وأنت بتعرفي هالظروف. وجدي ما عم بيقبل يعطيني ولا عم بيخليني فل من هون على أساس أنا على أساس هيدا بيتك بدك تورثه من جدك وتورثه لابنك. معرفة لهالخبرية صرت سمعتها شي مليون مرة آخر سنتين. من هلا لوقتها نكون ختيرنا وخلصت حياتنا، ما هيك؟ حبيبي بعرف انه مش وقته لهيدا الحكي، بعرف انه مصايب عم تشد فوق راسنا، بس كان عبالي خبرك اللي عم بحس فيه. لازم نستفيد من هيدا الوقت مع بعض حتى لو قصير. طلع حالك فايتي، حضر صلاة، حتعشى الليلة بجنالي لحالي مع أم سامر وسارة. اشتقت للناس الطبيعية. رح حضر لك طبخة عزوي. بدي أحكي معك كلمتين. أهلين ماجد، تعود؟ لا ما بدي أقعد. كيف صرتوا هلا؟ كيف صاروا أهله للصبي؟ ليه مشغول بالك كثير؟ معلش تركونا شوي شباب. ماشي شباب، روح نشرب فنجان. ما فهمت عليك، شو قصدك؟ جاي اخذ مطول الكهرباء تبعي، كل شيء في غراض لإلي هون. شو عم بيصير معك ماجد؟ اذا مشال مصاري فانا اعطيتك اللي بدك اياه واكثر، وهلا بعطيك المبلغ كله. لا خيي، ما بدي مصاري. انا ما بقبض لسيرهم على دم ابن عمي. وانا شو دخلني بدم ابن عمك؟ والله ما كنت عارفك هالقد انسان. تنفس اصطناعي لفوزي بيك وياس مضطربة من غضب الأهالي المحروق قلبها على ابنها. ليك انت عندك ولاد صغار بالعيلة، انت بتعرف شو يعني الواحد ينقتل له ابن او خي صغير مثلا؟ بتعرف شو يعني حرقة القلب؟ انا لاني بعرف الحرقة اللي بتكون بالقلب هالربده، ما كان بدي يصير جريمة تانية، ما بدي يكون الحق معكم يصير عليكم. بعدين هي ما دخلها، مو هي اللي عملت الحادث، هي كانت عم تحاول تفهمكم وتحكي معكم، بس انتو كنتوا فاقدين اعصابكم. طبعا هذا حقكم، انا تفاديت جريمه ثانيه، ماساه ثانيه، لا اكثر ولا اقل. شفتك معصب ومانك واعي مشان هيك دخلت. ما بدي اياك تتورط ماجد. تعود تع. هول اولادهم، انا شفت باسبوراتهم جاي يسكنوا بالضيعة ويفتحوا المطعم. وزكي، شو أخبار زكي؟ بالشام.